العراق. نبدأ من الخبر الأبرز والذي حظى باهتمام واسع في الصحف العربية والأجنبية، وهو إعلان وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية اختيار فيلم أوروبا للمخرج حيدر رشيد لتمثيل العراق في التنافس على جائزة الأوسكار في فئة أفضل فيلم أجنبي لعام 2022 مارس آذار المقبل. ونشرت مجلة فرايتي الأمريكية خبر ترشيح وزارة الثقافة والسياحة للفيلم لتمثيل العراق في جوائز الأوسكار، كانت صوتت اللجنة بالإجماع المطلق لصالح ترشيح فيلم أوروبا للمخرج، وهو أحد الأفلام الروائية الطويلة الخمسة المدعومة من قبل منحات بغداد لدعم السينما العراقية لعام 2021 والمقدمة من وزارة الثقافة والسياحة والآثار. وجاء اختيار فيلم أوروبا تتويجا للمسار المتميز والإيجابي اللي مر به هذا الفيلم منذ اختياره ضمن برنامج نصف شهر للمخرجين في الدورة السابقة لمهرجان كان السينمائي الدولي، والإحاز خلاله على جائزة الدورة التاسعة لجائزة بياتريتشي سارتوري الممنوحة من قبل جمعية النقد المستقل في مهرجان كان. كما حاز على العديد من الجوائز من بينها جائزة الشريط الفضي الممنوحة من قبل جمعية نقاد وصحفي السينما الإيطاليين. واختارتها جمعية نقاد السينما الإيطاليين كفيلم النقد لعام 2021. فيلم أوروبا هو الفيلم الطويل الخامس للمخرج العراقي حيدر رشيد، والفائز بالعديد من الجوائز في مهرجانات عربية وأوروبية عديدة من بينها مهرجان دبي السينمائي الدولي ومهرجان الخليج السينمائي ومهرجان ميلانو، واللي ترأسه النجم العالمي الراحل روتجر هاور. الفيلم إنتاج عراقي إيطالي كويتي مشترك، حظى بدعم من وزارة الثقافة العراقية ووزارة الثقافة الإيطالية أيضا كما ذكرنا، ومؤسسة الفيلم في مقاطعة توسكان الإيطالية، ومؤسسة دعم الثقافة والفنون آفاق، ومؤسسات سينمائية وثقافية أخرى. نشاهد.